مساء الخير أصدقاء وصديقات قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح أم البنين. اليوم في حلقة جديدة في الفلوغ اللي كنعدل معاكم. اليوم مشيت ضالة عند صاحبتي إسبانيا، عيطت لي عني نجيها، ومشيت قستها عندها دار في الكامبو ودار في البادية. مشينا ضلينا عندها، هذو صور ديال المنزل ديالها. واخترت كيف تعرفوا عني دائما كنشترك معكم لي فلوغ، اخترت نشترك معكم هاي الجولة. شوفوا تبارك الله بساطة المسائل اللي معدلة، الديكوراسيون اللي معدلة في البيت، خلات البيت او المنزل خلاته رائع، فيه ديكورات رائعين وبسيطين جدا. واغلب اغلب اغلب المسائل اللي معدلة بها الديكوراسيون جايبتها معاها من المغرب، قالت عنها قالت كيس المغرب قبالة، وكتجيب هالمسائل كتقلب عليهم وتجيبهم. شوفوا بساطة المناظر. كنت اتفقت معها انا مسبقا لانها بغيت تعدل على انها متشهية كسكس المغربي، الكسكس المغربي بالخضر والدجاج والحمص، وعنها زين عندها تتعلم كيفاش كنعدلوا البصلة المعسلة بالبصلة والعنب اليابس واللوز. على بركة الله، هذه هي اول طريق لنا شعور البادية، شور دارها. هون اخترت نشترك معاكم حتى الطريق تشوفوا المناظر كيفاش. نهار حامي شوي، تبارك الله البادية باردة ما شاء الله. هادو بمجموعة من المناظر اللي صورتكم في الطريق. تبارك الله، المنطقة معروفة بالزيتون، تشوفوا الأشجار ديال الزيتون في كل الأرجاء. كانت الساعة تقريبا 10:30 صباحا. طبعا لأن هون دائما في الطريق. هذه الدشرة اللي قلت لكم عني مخطية فيها الصيف، طفيلات كيسولوني في التعاليق وانا نصدركم ونتكلم ونجاوب على بعض الاسئلة. والاخت حفيظة سولتني عني، كان سمحت في خدمتي وساكنة هون في اسبانيا. كاين اللي شك عني انا ساكنة هون في اسبانيا، اصلا لا، انا كنقول لكم عني ماني ساكنة في اسبانيا. كنت طرحت لكم فيديو سابق لكم على انني ساكنة في العيون ونشتغل في العيون، ووظيفتي ماني لا نسمح فيها طبعا. الحمد لله مستقرة ماديا، ولهلين نمرق من شغلتي، وياك نجي لبلاد الغربة وبلاد الكد والجري. الحمد لله انا في بلدي وانا ساكنة في العيون، وهون اسبانيا جيت لا نقضي فيها الباكاسيون، فقط جيت نقضي فيها العطلة ديالي ولي نمشي في حالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه هي الدخلة ديال الدار، عجبني ستاسيونيت الوتا. هذه هي الدخلة ديال الدار. الدار عندها دفتين، دفة صادة مشرقة ودفة صادة مسوحلة. هذا المراح ديال الدار. غنصوركم من الدار، غنصور لكم في النهار وفي الليل، لان في النهار من جيت نخرص فهو من حسن حظي اني صورت الدار في الليل بسبب اشعة الشمس كتظلم الصورة، كتظلام ما كيوضح لكم كل شيء. وعقبت شفتو هنا ما كيبان والو، وعقبت لا صورتها في الليل عليتها. شوف كيفاش الإضاءة شوي ناقصة. هذه غرفة النوم الأولى لولادها، واحدة غرفة دايرين فيها بيتين، بيت الفوق وبيت التحت. مزلت لهنا عتلكم من اسمه، عجبتني الحقيقة هذه غرفة النوم ديالها، عجبتني المسائل بسيطة جدا ولكن منظر جميل ورائع. مسائل عندنا احنا هون موجودة ومتوفرة، ما نقدو نفكروا ولو تفكير قليل عنا نقدو نعدلوها ديكوراسيون، وهم معدلينها هون ديكوراسيون جات رائعة الحقيقة. شدني المنظر اللي معدلة في الديكوراسيون اللي معدلة. فمن سولتها هذا المطبخ، مطبخ صغير جدا، وكتعتذر اللي كتولي مطبخ صغير ما نقدو كذا. لا الحمد لله، هي لا دار ديال التسدار ودار ديال الاستجمام، لا داعية لهذا الكبر الكوزينة. بما انها قالت انا بغيت عدل الكسكس، جبت معايا القدرة وجبت معايا الدجاج وجبت معايا القصعة وجبت معايا طبعا الدجاج حلال.
لان هي قالت لي كل شيء عندي، عندي كسكس، عندي الخضار، عندي كل شيء، وحتى الدجاج قالت لي راه عندي. قلت لها بداي هذا الدوش عزكم الله، عندها واحد الزر دايره فيه المصبانه، حاطه فيه طاجين، طاجين مغربي، طاجين شاريته من اسفي طبعا، باين بحال الطاجين اللي قد طرحت لكم، وطاجين عادي ديال الشمال. هذا هو الدوش، بساطة المكان وجماله ما شاء الله الرحمن الرحيم. حقيقة الديكوراسيون فن، واللي ما عنده الحس الفني ما يقدي يستوعب هذا الديكور. هذا بالنسبة صافي، طرحت معينتي هون وقعدت، قعدنا نتيو، وفي نفس الوقت كنوجد الغداء، كنطيب الغداء. هون الدفة الثانية، انا حاولت نصورها لكم هما اللي في النهار هون، شفتوها دايره هاي المقعده هون، اللي بغى يقعد بكري يبغى يبرد شوي في الجو الجميل. دايره واحد الزر هون، هذا الزر داير فيه هيك الطابله، ودايره فيه هيك الكهوك كراسه، ودايره فيه هيك الميسه صغيره اللي بغى يفطر فام ولا بغى يتعقبه ولا شيء. شفتوا المناظر هون تبارك الله زينه ما شاء الله. انا هون راني كنصور والشمس مدوختني وماني شايفه شيء، الا كنصور وتشوف في النهايه جيت جبرت لانني صورت شوي. هذا المكان هي الظليله هذه دايرينها كيتغداو فيها يا ويتعشاو فيها، الضو فيها كل شيء، وقريبه هما اللي حتى اللابيسين مع اللابيسين اللي تركتهم راكم اللي تشوفوهم كيلعبوا وقريبه لهاك الظليله، قريبه للتركه. لا بغى حد لا بغاو يسترحوا فهمت ديك الظليله عن الشمس الى غير ذلك. ها هو المسبح اللي معدلين في الدار، خارجين شي ديكورات معدلينهم من الجليج البلدي. قالت من سولت قلت انا من جبرتي هذا الكارو، قالت عنها عنه قديم ولو سنوات عديده، وعن زوجها جبرهم هكذا في الاسواق ديال سيكوندا مانو وشراهم واختاري عدل بهم ديكور. ومني خرجت كيفاش ملصق ذا الجليج، جبرت على انه ملصق بالكولا سبيسيال. هذا هو غدانا، عدلت لها الكسكس المغربي بالدجاج والحمص كيف ما بغات، وعدلت لها مالي البصله، شويه ديال البصله معسله مع العنب اليابس واللوز. قالت عنها ذاك المذاق اللي ضاقت ديال البصله ما بغى يصلح لها، وعنها حاولت ما امكن تعدلو. وحتى كسكس جربته قالت عنها وطيبته، قالت عنها تبعت النصائح اللي معدلين في الكرتون ديال الكسكس. على فكره الكسكس اللي بغات تشريه وهي في اسبانيا راه كينباع في ميركادونا بأورو 55. طيبته كي طياب الشعريه، عدلت المرقه، طيبت المرقه وقلعت الخضره وطيبت فيها كسكس. ومنين شاف طريقتي بحالاش كنطيبو كسكس استغربت، قالت انا ما عمرها شكت عن كسكس كيطيب بالفابور، قلتلها عنو كيطيب لا بالبخار. المهم هذا هو غدانا، طرحت لها كسكس، طرحت لها الخبز مع هيك البصله باش تسويها بيه، عقبت كالت مع كسكس. في العشيه صورت لكم هاي البلاصه، هاي البلاصه ديال التدفئه، تعرفوا المنطقه انتيكيرا الناس كتعرفها، بعيده على البحر قباله لانها في وقت الحمام كتعود حاميه، وفي وقت البرد كتعود بارده. مسائل بسيطه وتقليديه، معدله ديكوراسيون زوينه للتدفئه. وشوفوا حاطه هون الحطب، وحاطه المسائل ديال اللي كتقدي بها النار باش دير تدفئه في الدار. هون في العشيه انا حاولت نصور لكم الدار كامل، عليتها. انا بغيت نمشي معكم غير المقطع ديال الجليج تشوفوه اللي معدله به الكارو، اللي معدله به الديكوراسيون، فما نخليكم مع المناظر ونخلي معكم، نخليكم مع الديكور ديال الدار ونمشي عنكم، خليكم موسيقى باش ما نكثر عليكم في الكلام، لان بعض المرات كتقولوا لي اني كنطول، وانا كنطول لا للافاده، كنحاول ما امكن في فيديوهاتي ما ننسى لكم حتى شي خطوه، لاني ما كنطيب شي ولا نقدم لكم شي الا وانا عن تجربه وعن قناعه بذاك البرنامج او بذاك الطياب اللي طيبت لكم. وكنحاول ما امكن كنعت المسله، وهذه هي طريقتي في التعلام، راه حتى الطفيلات اللي معايا في الواتساب واللي متواصلات معايا كيعرفوا طريقتي، لانني ما نقد نخلي حتى شي خطوه
الا وطرحتها لكم. داكشي علاش كنطول واني بكم. صافي الديكوراسيون هي هذه كيف شفتوها. هذاك الباب سولتها عنه قالت عنها شراته عند سينيغالي، جاي من الباب جاي من سينيغال من افريقيا. تركا هون يلعبوا البلاي، شوفوا الجليج البلدي العادي اللي حنا حاقرينه، شوفوا الناس اللي لحقت بيها الديكوراسيون عنها معدل في الحيط كفن قديم ولا ك. والتريه مالي بسيطه جدا، قالت عنها شاريتها مالي لا سيكون ضمانو. طريقه السقف معدلين ذاك النوع لان الثلج وقت البرد كيكون الثلج وضروري خاصهم يعودوا معدلين ذاك النوع من البناء. شفتوا جليج هون راعين اللي نصور لكم غريك، شفتوا هذا جليج قالت عنه كيعود لسنوات قديمه، عدلوا منه ديكور رائع الحقيقه، عجبتني الفكره وقبضتها من عندها. هذا رقم ديال شي دار قالت عنه قديم شي مالو لعد. شفتوا الجليج هون معدلتو ديكور، حتى بيت التركة عجبني الديكوراسيون ديالو، رغم ان البيت كبير وكاد تطرح فيه كامتين ديال التركة، الا انهم بناو بيت في وسط بيت. شوفوا الزريبية اللي طارحة فوق اللي ملصقة فوق الكامة رائعة جدا، هي زربية قديمة شاريتها من المغرب. وشوفوا الديكور بحال اش دارتلو. واللي عجبني عندها شوفوا هذا الصندوق قديم جدا، حنا هذا النوع من الصناديق كان عندنا وكان هو بلد خزيننا وبلد مساينا، فرطنا في ذاك الشيء كامل شاكين عنه، ما عنده قيمه ما عنده شيء، هو قيمته رائعه. داك دايره فيه لي كوفرلي ودايره فيه لي زارات ودايره فيه لما تشوفوا الفكره، خذوا الفكره اقبضوا الفكره من عند من هذا الفيديو هذا باش تستافدوا اللي عنده ذاك النوع من الصندوق يحافظ عليه ويزينوا ويقادوا ويعدوا ديكوراسيون. هذا هو البيت اللي معدل في بيت فوق البيت هذا اللي شفته. والفكره الثانيه اللي عجبتني هي هذا الخشبه، هذه هي جذع شجره محكوك ومفيرني وعدلته ك سند لحد اللي يسند. انا بالسيف طلعت مع الدروج ما قديت نطلع معاه ونطالع، خفت غير هما عاديين. انا هون كنت كنضحك معاها قلت لها عني ما قديت، شوفوا 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 الخشبه اللي دايرينها مسندين بها اللي كتسندي بها تسكني بها باش تطلعي للفوق. شفتوا البيت عادي جدا ولكن ديكوراسيون خطيره، انا كتعجبني الحاجه سامبل وعاديه وفي نفس الوقت تعود زوينه. هاي الكامه ديال الطفل عدل فيها شي تحت شي سلات، دايره فيها دايره فيها الباسو ملابسه الداخليه. هي البلاصه ديال البيسي قعد فيها وكتجبع على كتجبع على المراح. شفتوا هذيك البلاصه دايره فيها هذيك البونجا وهذيك الوساده على حساب البيسي ولا تلفازه صغيره، ولا الا بغيت يتفرج في شي في الطابليت ديالو ولا غير ولا بغى يكتب شي ولا شوك شبيكات دايره فيهم ملابسه الداخليه والملابس ديال البرد ولي كوفرلي ديالو ديال البرد وليزارات. ما الحقيقه ما مشيت صورت لكم الجرده، فيها القزبور فيها النعناع فيها المعدنوس فيها فليو فيها كل شيء زوين. هذا البيت الاخر ديالها هي، شوفوا نفس الديكور معدله مالي زربيه على طول. شوفوا لا سامبليسيتي في هذه المسائل هذو عجبوني حقيقه. وتبيت مجمعه معكم اللي نسال الفيديو. هذه هي حلقتنا ديال اليوم، واني بكم الى حلقة قادمة ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم، اي استفسار انا في الخدمة. الى